صحيح انني في المجتمع ديالنا كنشوف بلي الناس ما بقاوش تيقراو بزاف، وكاينين الناس اللي سمعوا بلي انني صدرت روايه ما اعتبروش ما خداوش الامر بجديه، وتيقولوا اش كاع دارت. مي انا بالنسبه ليا واحد الانجاز اللي ماشي اي واحد يقدر يديرو. بالنسبه للروايه ديال لا تغفيري، هي مستوحاه من احداث اللي هي خياليه وواقعيه. البطله ديالها الاسم ديالها غفران، والبطل الاسم ديالو زياد. هي عباره عن يوميات لمريضه نفسانيه تتعاود على المعاناه ديالها والاحزان ديالها اللي عاشت مع هذا الاخير اللي هو زياد. ماتت علاقتنا يا زياد، وما اراد حبك ان يموت في قلبي، ولا أراد أن يحتضر حتى، وما بيدي حيلة، فإن أطعمته سما سأموت معه، وإن بقيت مكتفة الأيدي فهو سيقتلني يوما ما. هي أنك تدون رواية ماشي واحد الحاجة اللي هي سهلة بزاف. أنا كنت نتصاب بالإحباط بعض المرات، بالملل بعض المرات، البلوكاج مش يكونوش عندي أفكار اللي ندون، وكنت تنخلي الكتابة بعض المرات تنمشي باش نقرا عاوتاني الكتاب كبار وروايات وحدين اخرين، وتنرجع عاوتاني ندون من بعد ما تنقلب على افكار اللي هي صالحه انني ندونها. ماشي اي واحد تكون عنده القدره انه يكتب، لكن الكاتب هو اللي تيكون عنده افكار اللي هما زوينين، التعبير يكون حتى هو جميل، وتكون عنده ديك القدره انه يدون، سواء لا قصص قصيره لا خواطر او روايه، ويكون عندك داك الثقه في النفس انك عارف بلي غدون شي حاجه اللي هي زوينه وغتعجب المتلقي. الروايه ديال لا تغفيري استغرقت فيها واحد 4 شهور ماشي كامله. بعد اصدار الروايه تمكنت من انني نتعرف على بزاف ديال الناس من المجال الادبي اللي هما عاطين قيمه للادباء وللكتاب والناس اللي تيعطيو في المجال ديال الكتابه. استفدت ايضا انني تعرفت في الجهه ديال سويس ماسا، وبخاصة في الإقليم ديالي اللي هو طاطا، والناس داروا لي حفلات تواقيع، داروا لي تكريمات، وتلقوا الخبر بواحد التفاؤل وبواحد السعادة أنه باقين في المجتمع ديالنا طاقات اللي هما تبارك الله وما شاء الله تيقراو وتيكتبوا. أي واحد فينا عنده واحد رواية في راسه اللي تيبغي يوصلها، فمثلا كل واحد فينا تتلقى عنده واحد الموهبه اللي تكون تعجبو بزاف، وتيقضي فيها وقته بزاف في الوقت ديال الفراغ ديالو. فاللي عنده شي حاجه يحاول ما امكن انه يوصلوا للناس من خلال الثقه في النفس اولا، العزيمه، الاصرار، الاراده. فاذا كنت فريمون باغي شي حاجه وباغي توصل ليها فاكيد غتوصل.